أكد اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أكد أن الرعاية التي تحظى بها الرياضة البحرينية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والاهتمام الذي يوليه سمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد يقود الرياضة البحرينية إلى منصات التتويج في المشاركات الخارجية، مشيرا سمو إلى أن عام الذهب حقق العديد من النجاحات حتى الآن بعد أن زاد منتخب كرة الطاولة البحرينية من رصيد الميداليات الذهبية بحصوله على 3 ذهبيات في البطولة العربية التي أقيمت في جمهورية مصر العربية الشقيقة. أشاد سمو بنتائج منتخب الطاولة في البطولة العربية الذي ظفر ب7 ميداليات ملونة كان من بينها 3 ميداليات ذهبية إضافة إلى 4 ميداليات برونزية، مبينا سمو إلى أن هذه النتائج تعكس الوجه المشرق للرياضة البحرينية في المشاركات الخارجية التي باتت إحدى العلامات المهمة لمملكة البحرين في المحافل الكبرى. أضاف سمو أن الإنجاز الذي حققته لعبة كرة الطاولة في البطولة العربية يشكل حافزا لمواصلة تحقيق تطلعات عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد. وأكد سموه أن هذه النتائج تؤكد سير الاتحاد البحريني لكرة الطاولة برئاسة الشيخ حياة بنت عبد العزيز الخليفة وأعضاء مجلس الإدارة على الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة الأولمبية البحرينية الهادفة إلى تحقيق الميداليات الذهبية في المشاركة الخارجية، مشيدا سموه بجهود رئيس وأعضاء الاتحاد البحريني لكرة الطاولة وطموحات المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة في المشاركات الخارجية.